ارتفاع دينار الليبي في السوق الموازية أمام سلة العملات الرئيسة. أهلا بكم مشاهدينا هذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات. يشهد الدينار الليبي ارتفاع مستمر لعملته الليبية بشكل مستمر خلال هذه الأيام، دائما بسعر الدولار والذي انخفض قيمته 4.770 دينار مقابل الدولار الواحد، في حين انخفضت اليورو إلى 5.310 دراهم. أما الجنيه الاسترليني فقد انخفض إلى 5.920 دينار، والدينار التونسي انخفض إلى 1.530 دينار مقابل الدينار التونسي الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة، نلاحظ هنا انخفاض في معظم أصناف الذهب، الذهب عيار 24 والذي انخفض قيمته إلى 162 دينار للجرام الواحد، في حين انخفض عيار 21 إلى 132 دينار. أما عيار 18 فقد انخفض إلى 130 دينار للجرام الواحد، في حين حافظت الفضة على استقرارها عند الدينار و700 درهم للجرام الواحد. ننتقل إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية، نلاحظ هنا استقرار نسبي في معظم أصناف السلع، بداية بسعر كيلو الكسكس الذي يستقر عند 3.500 دينار، بينما المكرونة تستقر عند 1.500 دينار لنصف الكيلو، وكيلو الأرز يحافظ على استقرار عند 4.500 دينار، وزيت الذرة يستقر عند 5.500 دينار للتر الواحد. ننتقل إلى أسعار اللحوم، نلاحظ هنا ارتفاع في كيلو الخروف إلى 37 دينار، بينما لحم البقر يحافظ على استقرار عند 28 دينار، ولحم الإبل كذلك يحافظ على الاستقرار عند 32 دينار، في حين انخفض لحم الدجاج إلى 11 دينارا للكيلو الواحد. ننتقل إلى أسعار الخضروات، ونلاحظ استقرار في معظم أصناف الخضروات، بداية بسعر كيلوي البصل والبطاطا حيث يستقرار عند 1.250 دينار للكيلو الواحد، بينما كيلو الطماطم انخفض إلى 2 دينار، وكيلو الخيار كذلك انخفض إلى 2.500 دينار للكيلو الواحد. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات. إليك سميرة وباقي الزملاء.